غادي نهضروا على التعليقات ديال رشيد، كيفاش تكبر قناتك في اليوتيوب، كيفاش تدوي قدام كاميرا عادي، وشنو هما الحوايج اللي خاصك تجنبهم كمبتدئ. المهم هذا هو التعليق اللي غنديروا عليه فيديو اليوم في سلسله نصائح على رديناها، غادي تكون ان شاء الله كل اسبوع. المهم انا غادي نعطيك كل شيء كاع اللي كنعرف كيفاش تكبر قناتك في اليوتيوب. انا نعطيك الطريقه اللي انا درت. اول حاجه حاولت ندير انا شي حاجه اللي مختلفه على كاع اليوتيوبرز، ولكن حاولت نجرب تقريبا كل شيء، حتى من الطبخ غادي تلقاه في القناة، رياكشن، غادي تلقى فيديوهات كوميديا، سكتشات، شنو غادي تلقى، غادي كاين اخبار، درنا اخبار، تطلعي درنا بزاف ديال الحوايج. الحاجه اللي عاونتني انا هي انه انا كنمل بالزربه، يعني ما يمكنش انا نمشي على نفس المحتوى. انا دابا راه كاين سلسلات محدده، والسلسلات يعني اللي باقي لدابا هما اللي كتختاروهم نتوما، اللي كنشوف انا الاغلبيه باغينهم. ولكن الا شتي واحد الورقه عندي هنا راه مقيد سلسلات جديده غادي نبداها، يعني انا كنمل من واحد المحتوى، كنبغي نجيب شي حاجه جديده. نجحاتي داكشي اللي بغيت، ما نجحاتش صافي قتلها، جيب شي حاجه جديده. علاش هادشي؟ المغاربه اول حاجه صعيب انك انت تضحكهم، صعيب انه الناس يتبعوك. المغاربه هما كذلك بالزربه كيملوا. تصور معايا انه انت، حيت كنعرف بعض اليوتيوبرز كيدير لك فيديو في شهر، شهرين، ثلاث شهور، وبعد مرات تيغبر كاع. علاش يقول لك خاصني الجديد؟ تصور انه انا راه تقريبا كل نهار كنعيش تحدي. انا حطيت لك دابا فيديو، راه غدا خاصني نحط لك فيديو، وفي هذا الفيديو هذا خاصك يا اما تستافد يا اما تضحك، وغدا خاصك تستافد ولا تضحك. وليت انا تقريبا كنحس بانه انا اليوتيوبر الوحيد اللي مطالب انه ما نغبرش، ما نفوتش يومين، يعني واجب عليا انه كل نهار واحد يجي مع 12 خاصو يلقى فيديو ديال جمال الفا. يعني هذا كان تحدي، هذاك توعدت به الناس، قلت لهم وصلت ل 100000، والحمد لله حنا وصلنا للمليون و 200000، ومازال غادي الحمد لله. شحال وصلنا دابا؟ تقريبا شي 825 فيديو، تبارك الله الحمد لله. يعني اللي بغيتي تكبر القناة ديالك دير محتوى بصفة منتظمة، النقطة الأولى. يعني أنا كنهضر على الناس اللي ديجا يعني مثالي، ماشي اللي عنده دابا القراية، حيت لاحظت أنه مؤخرا بزاف ديال الناس مزيرين في القراية وما كيحلش كتاب، قدر ما كيحل بابجي، فري فاير، تيبقى غير حاضي هادشي وناسي أهم حاجة وهي قرايته، وما بقى والو الامتحانات. يعني كنعتذر بين قوسين فكرتكم، يعني غيرت لكم الجو، ولكن ضروري خاص واحد يفكركم. حاولوا تحلوا شوية كتوبة، حاولوا تقراوا واحد شوية، نساو شوية فري فاير، راه ما غاديش تهرب، راه ما غاديش تهرب بابجي، ركزوا شويه في قرايه، الصيف جاي على برا ديك الساعه. المهم اول حاجه خاص الناس يلقاو عندك شي حاجه اللي ما كايناش شي بلاصه اخرى. مثال عندك واحد مول المحلابه، مثلا مول المحلابه كيدير مثلا انت عزيز عليك واحد مول المحلابه، علاش؟ كتقول عنده الراي بزوين، كتضرب مسافه انت وصحابك، كتقول لهم هذا السيد هذا كيدير الراي بزوين، عنده حرشه زوينه، عنده، يعني راه كاينين بزاف الناس دايرين محلابه، ولكن هذاك هو اللي عنده ديك الحاجه زوينه كتعجبك. انت شنو كدير؟ انت كتجيب معك كل مره صحابك شنو كيديروا ملي كيعجبهم داك المنتوج؟ كيجيبوا صحابهم. هاكا انت اعتبر القناه ديالك. يعني مثلا انت كاع الا خديتي واحد الفكره عجباتك من عند واحد اليوتيوبر، ولا بغيتي دير واحد المحتوى اللي ديجا الناس كيديروا، حاول تطور من الفكره. اما الا بغيتي تكون انت هو الطب، حاول تجيب محتوى جديد اللي الناس ما غيلقاوه في حتى شي بلاصه، غادي يلقاو عندك انت الوحيد اللي كتجيب داك المحتوى. المشكل هذا شنو السبب ديالو؟ هو انه انا ملي كتبغي مثلا انت دير واحد الفيديو، شنو كدير؟ كتدخل كطابي سميات اليوتيوبرز اللي معروفين، كتفرش المحتوى ديالهم، كتنقل. لا، ماشي هذا هو الحل. غادي تطفي البيسي، غتطفي التليفون، حيت الا هزيتي التليفون ولا دخلتي لجوجل ولا ما غتلقى حتى شي فكره، غتهز ورقه وكتاب وغتقيد، تقلب فكره من عقلك، شي حاجه جديده. الا بغيتي تجيب محتوى جديد اللي انت تتميز به كيوتيوبر، غادي تقيدو بحال ما هكا، غتسجل افكار بزاف، غتجي غتقلب في الانترنيت واش دايرينهم شي ناس، الا لقيتيهم دايرينهم غادي الا عجبتك الفكره ديك الساعه غادي تاخذها، غادي تخدم عليها، غتطورها. ما لقيتي حتى شي واحد دايره، بوم صافي انت لقيتي السمكه الذهبيه كما تيقولوا. كيفاش تهضر قدام الكاميرا عادي؟ قلت لكم شحال هادي انا الكاميرا الحمد لله ما كنخافش منها. علاش؟ حيت انا عودت راسي انه نتوما اللي كتفرجوا فيا خوتي. يعني انا شنو درت؟
ملي كنبدا نهضر في الكاميرا انا لاحظتو راه ما كاين لا ورقه لا حتى لعبه. بغيت نسولك دخلت عليك دابا بالله، واش ملي غتكون جالس مع الاب ديالك اولا صحابك 20 واش غدير ورقه وتقول لهم السلام عليكم اخوتي كي دايرين بخير يلا نمشيو نتفرجوا في البارسا تحياتي؟ ما يمكنش ما يمكنش. ولكن انت ملي كتكون كتهضر مع الكاميرا حيت دابا انا والكاميرا عجبني الفيديو غنحطو ما عجبنيش راه نحيدو. ملي كتكون كتهضر مع الكاميرا وانت كتخيل انه اللي غيتفرجوا فيك هما صحابك، كنهضر على صحابك اللي في شكل اللي خوار ماشي صحابك اللي كيفشلوك هذوك مرات، يعني كتحس انت براحك الناس كيحسوبك انه انت جالس حداهم ماشي شي واحد اللي بعيد عليهم ماشي شي واحد اللي متكبر ولا هادئ. يعني كتهضر بواحد البساطه جدا والافكار ديالك كتوصل بالزربه وانت كذلك كتلقى راحتك. واهم حاجه هو انه انت تكون لاقي راحتك في الخدمه اللي انت كدير، واكثر حاجه اللي مهمه بزاف هو انه انت تكون كتبغي خدمتك. ثقوا بيا الا جيتو تسولوا الاب ولا الام ديالي ولا خوتي وقتاش كنبدا نمرض، هي لا غبرت 3 ايام ولا يومين ما حطيتش فيديو. علاش؟ حيت دابا دخلت مع الروتين ديالي. على حتى انا كنستمتع باش كندير فيديوهات، كنستمتع كنحس براسي كندير شي حاجه. ملي كنقرا لي كومونتير الناس ضاحكين ناشطين بخير، جيبوك دخلت مقلق خرجت ناشط كتحس براسك درتي شي حاجه. يعني حاول انت ماشي ديرو باش تربح الفلوس، الفلوس غيجيو من بعد. حاول انت ما ديروش باش انت تشهر. انا كنت باغي 5000 ابوني وصلت للمليون الحمد لله، يعني ما كنتش كاع دايره في بالي كاع. انا كنت نقول 5000 ابوني كنت نقول 100000 ابوني واه يا سلام غيوصلني الدرع وكذا، اوصلني راه واحد راه جوج الحمد لله، يعني جوج. يعني انا ما درتوش في عقلي، انا رسمت واحد الهدف وحاولت ندير شي حاجه اللي انا كنبغيها، حاولت ندير شي حاجه اللي غادي ترجع عليا بالنفع. ننصح الناس، ضحك الناس، حاول دير شي حاجه. الناس بعض الناس تيقول لك غير التخربيق، ولكن خاصك تعرف اخي انه انت باش تغير واحد الحاله ديال واحد الانسان اللي تيكون مقلق كاعي طالع عليه الدم وكتحاول انك تضحكو وتحاول ترسم ابتسامه في وجهه، راه هذه راه كنظن انها صدقه. يعني راه كاين المحتوى المفيد في القناه وكاين الترفيه، الناس كيشوفوا الجانب فقط الاسود، وهذه من الحوايج اللي خاصك انت تجنبهم هو التعاليق اللي كيعايرك. راه ما غادي يغير والو، راه ما غادي يغير والو. لا هبطتي قريتي لي كومونتير، اغلب التعاليق اللي كيعايروك شنو غادي تلقى عنده؟ غادي تلقى عنده مثلا داير الاخبار، داير شي حاجه تيسرق فيديوهات ديال البوز وهادي. علاش؟ حيت هو اصلا كيتمنى انه يكون في بلاصتك. هذاك هو الوحيد اللي كتلقاه كيسبك، ما يمكنش يسبك بالصوره ديالو ولا بالكنيه ديالو. شوف ديما الكاس العامر، الاغلبيه دابا ديال اليوتيوبرز اللي معروفين كيمشي كيشوف شحال عنده من ديسلايك. الشريف شوف شحال من عندك من لايك. راه الا جينا نحطو مقارنة انه مثلا انت عندك 4000 لايك، 4000 لايك، 8000 لايك، 10000 لايك و500 ديسلايك، غادي تلقى اللي سلبي كيفكر على ديك 500 ديسلايك، علاش داروا ليا ديسلايك؟ وراه انت عرفتي اللي جات وقفات قدامو ديك 10000 كاملة، 500 راه غادي تبان لهم راه حوتالة راه تلعبة. ملي غادي يهبط يقرا لي كومونتير عينو فين كتمشي؟ كتمشي لهذاك اللي كيعاير ليه جدود التواصل. لا، شوف هذاك اللي كيشكرك، هذاك اللي كيشكرك، هذاك اللي كيعايرك ما تسوقش ليه كاع، راه من بعد غادي يولي فان ديالك، من بعد غادي يولي فان ديالك. شحال من واحد كان تيعايرني كيسبني، من بعد لقيته ولا فان ديالي، قال لي تيجي كاع تيطلب منك السماح. انا ما كنتش كنتسوق لذاك الشيء. علاش؟ حيت انا خاصني نشوف هكا، خاصني نشوف هكا. خاصكم تعرفوا واحد القضيه، الملتفت لا يصل، الملتفت لا يصل، اللي كيتم غادي بحال ما هكا ويدور ويتصنت الناس ما كيوصلش، ما عمره ما يوصل. هذا بحال مثلا شي واحد عندك معاه علاقه، شي انسان كنتي كتعرفو كنتي كتعرفيه مثلا، اولا انت كنتي كتعرف واحد الانسانه وغدرك وتنز عليك ودوز عليك الدكاكه كما تيقولوا، وانت بديتي حياه جديده، بديتي بغيتي كدا، هو انف واحد سبق قيمتك بغى يتبعك تيقلب عليك تيحفر عليك درتي انت عنده، ما عمرك غادي توصل. حيت صافي اللي داز داز، اي حاجه دوزتيها صافي مشات، ما هذيك ما عندك ما دير بها، صافي رجعت كمل طريقك، عندك واحد الهدف راه غادي توصل ليه. شنو قلنا الحوايج اللي خاصك تجربو كمبتدئ؟ هي اشترك في قناتي، هذاك راه ما عندها باش تفيدك، حيت الناس غادي يشتركوا في القناه ديالك، غير تبادل الاشتراك راه ما غادي دير لك والو. تخيل معايا انه انت كنتي كدير مثلا تبادل الاشتراك، واحد الوقت بوم تهزات القناه ديالك، لقيتي النيش ديالك، لونسيتي بالزربه، الناس غيبداو يدخلوا فيديوهات، غيلقاو انك انت كتقول لهم اشترك في قناتي، اشترك في قناتي، كود السيد عنده ضارب مليون ولا نص مليون، يبداو يضحكوا عليك. السيد باش طالع ما طلعش بالمجهود الخاص ديالو، ما وصلش بالمجهود ديالو، يعني الناس غادي تلقاو منين يشدوك. ثاني حاجه، حاول انت توصل
بالخدمه ديالك، ما تسناش شي واحد يعاونك، ما تسناش شي واحد يدير لك الدعم، حاول انت تفرض راسك في الساحه. حاجه اخرى عاوتاني، ديما نكون جيعان، ماشي المعنى ديال جيعان ديما نكون جيعان. درت فيديو واعر عجب الناس، سيرت ناس حسب بحال لي فيديو ما كاينش. كون جيعان شي حاجه محسن، كون شي حاجه كون جيعان شي حاجه محسن. انا داير دابا تحدي غير مع راسي، تحدي غير مع راسي، خاصة الحلقه هذه تكون احسن من الحلقه اللي دازت. مثلا هاد السلسله طلعت للطوندوس الرقم فلاني، هاد السلسله طلعت للطوندوس الرقم فلاني، خاصة السلسله تطلع للطوندوس الرقم فلاني. داير تحدي غير مع عقلي، راه جيت تشوف مراد يعني قدامي هنايا. اول حاجه كنقرا غادي نصاوب فيديو الطوب مكتوبه قدامي تما، عاد كاين قوانين اليوتيوب. عاد عندي اهم النصائح اللي غادي نقولهم لك دابا، العنوان والصوره اهم من الفيديو. علاش؟ حيت الصوره والعنوان تيكونوا جاذبين بزاف. انا بالنسبه لي هذا يعني كنصيحه، غير هو المحتوى تيبقى هو الملك. الا كنتي انت كتركز على العنوان والصوره بزاف، العنوان والصوره بزاف، الناس دخلوا كليكاو تفرجوا 15 ثانيه خرجوا، اليوتيوب تيطيح الفيديو ديالك في الخوارزميات. يعني حاول الفيديو حتى هو يكون طوب باش انت تشد لي زابوني جداد. اختصار في الانترو والاوترو، ديما الانترو يكون قصير، الاوترو يكون قصير. علاش؟ حيت الاحصائيات كتعطي انه في الانترو الا كان طويل، الا لاحظتوا انه القناه ديالي كنركز على كل فيديو خاصو انترو خاص به، ما بقيتش كندير انترو واحد. كنت قدرتو بعض الحلقات من بعد حيدتو. علاش؟ لاحظت انه الناس باش كيدخلوا تبقى يدوز بالزرب. علاش؟ حفظ الانترو وماشي مصالح الخوارزميات ما غطرحمش الفيديو ديالك حيت الناس غيبان لهم بحال اللي خرجوا. الاوترو يعني انت سالى الفيديو دقيقه 8. يلا اخوتي هنا كنساليو الفيديو ديالنا وشكرا لكم بزاف وطاطاط. انت انفو كتقول يلا اخوتي، الناس بداو كيخرجوا، واحد الوقت غتلقى راسك انت بوحدك اللي بقيتي كتهضر. يعني شحال غادي تبان؟ كتبان 30% ديال الفيديو ضاعت، الناس طاحت مشات. هذا الفيديو هذا ما غاديش يطلع في ريكوموندي، يعني في فيديوهات مقترحه، يعني غادي تضيع الفيديو ديالك. صافي سد مع بنادم، سالى الفيديو اخوتي، نتلاقاو فيديو ان شاء الله تهلاو سالينا بالزربه. بنادم ما يحسش براسو حتى يلقى راسو كمل الفيديو. هذه النصيحه الثانيه. النصيحه الثالثه والله اللي كنعطيكم من القلب، الوصف. الوصف ضروري اخوان، شحال من واحد تيخلي الوصف خاوي او تيبقى يكتب عناوين بزاف، تيدير دوك العناوين ديال الطوندونس وتيحطهم بحال اللي زعما غادي يطلع فيديو ديال الطوندونس. واش من نيتك اصاحبي؟ الوصف غادي دير الوصف ديال الفيديو باش تتعاون السيستم ديال جوجل باش يقترح الفيديو ديالك. العنوان، حاولوا العنوان ما تبقاوش ديروا داك العناوين الطويله حيت حنا معكازه. شكون فيكم دابا الان باقي تيقرا عنوان طويل؟ ما بقاوش بزاف ديال الناس تيقراو عنوان طويل. حاول ديروا عنوان قصير، ثلاثه او اربع كلمات جاذبه، المهم تكون شي حاجه اللي قليله وتجذب الناس باش يدخلوا يتفرجوا في المحتوى. وحاولوا تخلقوا شويه ديال السسبنس. من بعد انت غتدخل لاناليتيك ديالك، غادي تختار الايام اللي كتبان لك الناس كيجلسوا يتفرجوا في الفيديوهات ديالك، ومن بعد غادي تختار الوقت اللي زوين واللي صلاح القناه ديالك. ما يمكنش انا نقول لك الوقت اللي صلاح، حيت كل قناه وكيفاش دايره. كاين القناه اللي كاين اللي واحد اللي كيدخلوا عنده حتى الليل. انا شحال من واحد دابا كطلع عندي لاناليتيك بعض المرات، كاين اللي كيخلي الفيديو ديالي ما كيتفرجش فيه حتى تيجي يبغي قبل ما ينعس يتفرج فيديو صافي تيمشي. تيبان لي انا مع ديك 10 الليل طلعت نسبه المشاهده، يعني الناس دخلوا يلا غيرتاح وكذا، جا من الخدمه جا من هذه غيتفرج فيديو ديالك صافي غيمشي ينعس. من بعد كتلقى كاين الناس اللي كيخرجوا من الخدمه كيبغيو يتغداو، الدراري كيخرجوا من القرايه كيبغيو يتغداو كيتفرجوا، كطلع مع ديك 12. يعني انا ديجا عارف التوقيت اللي صالح القناه ديالي، حاول انت تقلب عليه. لاناليتيك دابا راه ولا داك فيرسيون ديال كرياتور ستوديو، هذاك راه تيعاون بزاف. المهم كنتمنى انه نكون يعني ما نسيت حتى شي حاجه، انا عطيتكم كل شيء كاع اللي كنعرف، ما لا كاين لا تواق ديال الهضره لا حتى لعبه. وحاولوا تركزوا على القوانين ديال اليوتيوب، حاولوا ما ديروش مخالفه، وحاول انك انت باش تكون كتهضر في فيديوهات. انا عارف راسي مسطي كندير بعض المرات شي حوايج حمقه، الدار عارفيني هكا. يعني حاول انت تخيل انه الاب ولا الام ديالك كيتفرجوا في الفيديو، تما غادي تزير راسك شويه. علاش؟ حيت لا انت تخيلتي هكا العائلات غيبداو يتفرجوا في المحتوى ديالك، ومن يتفرجوا العائلات والدراري الصغار والناس الكبار وكلشي يتفرج الفيديو ديالك ويعجبهم المحتوى ديالك، عرف راسك بان القناه ديالك راه غادي تطلع بالزربه. كنتمنى الفيديو نال الاعجاب ديالكم، كنتمنى نصائح تفيدكم ان شاء الله. لسه في ديك كتبها لي في التعاليق. تلقاو فيديو اخر ان شاء الله. تهلاو كنهضر بالزربه.